السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نرويكم زراعة الفجد في المنزل كما تشاهدوا. هذا البذور كما تشاهدوا. هذه زرعة لاحظوا هذا البذور هذا الفجد هذا البذور كما تشاهدوا نفس الشيء نجهز البقع الآن بذور تشاهدوا أربعة خمسة ستة سبعة
هذول الفجر كما تشاهدون. الحين أنا شوي هذا الماء الحين مسكر ماشي عندنا الحين
أعجبكم وطاحتوا لا تسلوا رغم يساكم فيه. السلام، هذا سورة الجشت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.